السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد الوحدة التانية سير شخصيات الصف الخامس الابتدائي. معاكم ميس رضوى، ميس التربية الدينية. الدرس الأول في الوحدة التانية سير وشخصيات بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن استعداد الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة. هنعرف إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعد للهجرة. بيقول لنا انتظار النبي صلى الله عليه وسلم الإذن له بالهجرة. لم يمضي شهران أو أكثر على بيعة العقبة الثانية حتى هاجر المسلمون إلى يثرب اللي هي المدينة المنورة دلوقتي، وانتشر الإسلام ولم يبقى في مكة من المسلمين سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي ابن أبي طالب. يعني بعد لما بدأ الإسلام ينتشر هاجر المسلمين إلى المدينة المنورة، وساعتها نشروا الإسلام بيها في المدينة، لأن أول ما الإسلام انتشر انتشر فين يا سما؟ انتشر في مكة. فلما بدأ بعض المسلمين يهاجروا إلى المدينة بدأ ينتشر فيها إيه؟ بدأ ينتشر فيها الإسلام، وما بقاش في مكة غير الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي ابن أبي طالب. كان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له بحكمة وصبر: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبة. فكان أبو بكر يطمع أن يكون السلام صاحبه عليكم. هو. وعليكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مالك، عاملة ايه؟ الحمد لله يا مش انا مالك. مالك، معلش يا مالك، انت مش أول مرة تحضر معانا يا مالك صح؟ اه يا مستر، تقريبا حضرتك كنت بتدي للصباح وانا بحضر ساعتها. بتحضر معايا في الصباحي برضو؟ اه يا مستر، ماشي يا مالك. طيب الدرس النهاردة يا مالك بيتكلم عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه الرسول كان عاوز يهاجر من مكة إلى المدينة؟ طبعا عشان أذى الكفار ليه في مكة، كانوا بيأذوه لما الإسلام انتشر ولما الإسلام اتعرف، لأن هما الأول كانوا بيعبدوا الله سر، مكانش لسه الإسلام انتشر، وكانوا بيتعبدوا وبينشروا الإسلام ده إيه في السر. فلما انتشر والكفار عرفوا كانوا بيؤذوهم أذى كبير جدا، وفي بعض منهم هاجر إلى إيه؟ إلى المدينة. فلما هاجر بعض منهم إلى المدينة نشروا الإسلام في المدينة المنورة اللي هي يثرب. كان اسم المدينة كان زمان اسمها يثرب. نشر فيه الإسلام. فضل مين اللي قاعد في مكة من المسلمين؟ سيدنا محمد وأبو بكر وعلي بن أبي طالب. وكان على طول أبو بكر بيستأذن الرسول إن هما يهاجروا، يعني بيقولوا إحنا عايزين نهاجر ونروح مكة. كان على طول سيدنا محمد يقول له بحكمة وصبر: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبة. يعني كان على طول أبو بكر عايز يهاجر ويروح من المدينة، فالرسول يقول له ما تستعجلش، لعل الله يخلي معاك وانت مهاجر صاحب يهاجر معاك. فكان أبو بكر يطمع في أن يكون صاحبه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. كان على طول أبو بكر بيطمع ان الصاحب ده بقى اللي هيبقى معاه في الهجرة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم. لما رأى كفار قريش ان الرسول صلى الله عليه وسلم صار له انصار بالمدينة شعروا بخطورة الامر، فاجتمعوا يناقشوا ماذا هم فاعلون بشأنه. وكان قرارهم ان يختاروا من كل رجل قبيلة ويعطوا كل منهم سيفا ويجتمعوا حول بيته لينتظروه
لحظة خروجه ليلا فيقتلوه. يعني قريش لما عرفوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كمان نشر الإسلام في المدينة مش في مكة بس، وإن بقى ليه أنصار في المدينة، شعروا بخطورة الأمر، وإن الإسلام بقى عمال ينتشر، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ ينشر الإسلام في كل أماكن، حتى إن هو وصل بيه إيه للمدينة مش في مكة بس. فاجتمعوا وعملوا اجتماع واتناقشوا إزاي هيتخلصوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرروا إن هما ياخدوا من كل رجل قبيلة ناس راجل من كل قبيلة. أيوة أنا بقول من كل رجل، أما أنا قلت إيه؟ انت قلتي راجل من كل قبيلة. أيوة من كل رجل من كل قبيلة، ياخدوا رجل من كل قبيلة، من كل أو من كل قبيلة رجل، هما الاتنين بمعنى واحد يا مالك، تمام؟ الاتنين بمعنى واحد، هياخدوا من كل قبيلة راجل، يعني من كل قبيلة من قبائل قريش هياخدوا منها رجل، وهيعطوا لكل رجل من دول ايه؟ هيعطوه سيف، وهيتجمعوا حوالين بيت الرسول، وأول ما يخرج يقتلوه، أول ما يجي يخرج بالليل يعملوا ايه؟ يقتلوه. ده كان قرار واجتماع قريش ازاي هيتخلصوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ تمام. كان كل ده الرسول لسه في مكة هو وأبو بكر وعلي بن أبي طالب. وفي ذاك الوقت أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وأطلعه على تخطيط المشركين لقتله، وأرسل إليه جبريل عليه السلام فأتاه فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وأخبره بمكرهم، وأنزل الله تعالى عليه فيما بعد قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يعني إيه الجزء ده؟ طبعا إحنا عارفين إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه قاعد في المدينة عشان كان مستني إن ربنا يأذله بالهجرة، واحنا عارفين طبعا ان ربنا لما كان بيبقى عايز يوصل حاجة للرسول صلى الله عليه وسلم كان بيوصلها له مع مين؟ سيدنا جبريل. كان بيوصلها له مع سيدنا جبريل. طبعا ربنا عرف باللي المشركين عملوه، وان هم بيحاولوا وبيخططوا ان هم يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعت له سيدنا جبريل وعرفه ان المشركين بيخططوا ان هم يقتلوه، وسيدنا جبريل قال له: ما تنامش الليلة دي في فراشك، يعني في بيتك أو على السرير اللي متعود اللي انت بتبات عليه، وما بات في حتة تانية. وعرفه ان القريش والمشركين بيخططوا له لإيه، وان هم ناويين بالليل ان هم يجوا يقتلوه. وساعتها ربنا برضو أنزل في الموقف ده آية اللي هي: وإذ يمكر بك الذين كفروا، يعني اللي بيخططوا ليك الذين كفروا، ليثبتوك، يعني ليحبسوك أو يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت أبو بكر ليخبره بأنه أذن له بالهجرة، يعني ربنا خلاص أذله بالهجرة، وأنه سيكون رفيقه. فبكى الصديق فرحا برفقته صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر قد جهز ناقتين للسفر. راح الرسول صلى الله عليه وسلم راح لأبو بكر الصديق صاحبه، وأخبره إن ربنا أذن ليه بالهجرة، وإن هو هيبقى صاحبه في السفر وفي الهجرة دي، وده اللي كان بيتمناه سيدنا أبو بكر. وساعتها فرح فرح شديد جدا برفقة الرسول ليه في الهجرة، ولقى أبو بكر إن هو قد جهز ناقتين للسفر. عملوا إيه بقى عشان يهاجروا ويطلعوا من المدينة؟ دلوقتي المشركين بيتربصوا لهم في كل مكان وعايزين يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا عرفه عن طريق جبريل ان هم خلاص متوعدين له
وإن هم خلاص هيقتلوه في أي وقت، فهم عايزين يهاجروا أو يسافروا في السر. استعان الرسول صلى الله عليه وسلم بصحابي اسمه عامر ابن فهير، كان خادم أبو بكر رضي الله عنه، يخفي بغنمه آثار أقدامهم من الطريق لأنه كان راعيا للغنم، واستعان بعبد الله بن أرقط وكان مشركا خبيرا بالطرق ليدله على طريق الوصول إلى المدينة، فقرر أن يسير في اتجاه غير مألوف لتوقعه بأن قريش ستبحث عنه في هذا الطريق المعتاد. هنعرف برضو الخطة وإيه معنى الكلام ده. ثانية واحدة، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم جهز خطة دلوقتي عشان يخرج من بيت أبو بكر ويهاجر إلى المدينة، فاستعان بعامر بن فهيرة، ده كان خادم أبو بكر الصديق، استعان بيه إن هو يعمل له إيه؟ إنه هو ماشي، مش هو ساعتها زمان كانوا يعني إيه الأراضي بتاعتهم كلها عبارة عن صحراء ورمال، فكانت لما الناقة تمشي، الجمل يعني يمشي على الرمال دي، كان بيعمل آثار، قدمه كانت بتعمل أثر وهي ماشية، فاستعان بقى بخادم الأبو بكر ده يعمل إيه؟ إن هو يمشي وراهم وبالأغنام بتاعته يضيع أثر الناقة بتاعت أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم. تمام كده، فاهمينها النقطة دي؟ أيوة. واستعان تاني بعبد الله، عشان كان عبد الله ده كان خبير بالطرق، كان يعني عارف الطرق بتاعت مكة كلها، والطرق اللي محدش يعرفها والطرق السرية وكل الطرق كان عارفها، فاستعان بيه عشان يعرفهم، يدلهم على الطريق الوصول إلى المدينة، يعني يعرفهم طريق تاني للمدينة غير الطريق المألوف بتاع المدينة، فقرر ان هو يوديهم في طريق تاني محدش يتوقعه ومحدش عارفه، ووداهم من طريق عارف ان قريش مش هتعرف الطريق ده، لان هو عارف بان قريش ستبحث عنه في الطريق المعتاد، يعني مشاهم من طريق تاني غير الطريق بتاع المدينة، عشان هو عارف ان قريش هيبقوا مثلا مستنيينهم في الطريق المعتاد اللي هو طريق السفر للمدينة، الطريق العادي المعروف، هيبقوا مستنيينهم هناك أو هيمشوا وراهم لهناك، فمشاهم من طريق تاني. يبقى هو استعان بشخصيتين، واحد يضيع أثر الأقدام والتاني يوديهم في طريق تاني غير الطريق اللي هم المعتاد. عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما اجتمع المشركون حول داره طلب صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب أن يلزم فراشه بدلا من ليرد أمانات المشركين من قريش، وليوهم الكفار بأنه صلى الله عليه وسلم لا يزال نائما في فراشه، وطمأنه صلى الله عليه وسلم بأنه لن يصيبه أي مكروه، فنام رضي الله عنه بكل شجاعة وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بقى عمل ايه عشان برضه يعني يلهي المشركين واليهود شوية؟ طلب من أبو بكر إن هو ينام على السرير بتاعه مكانه، عشان لما الكفار يجوا يلاقوا مكان الرسول فيه حد نايم، يعرفوا إن ده الرسول وإن هو بايت في بيته، وكمان قال له ان هو يقعد في البيت، لان احنا عارفين كان ايام الرسول كان في ناس ياما قوي بتشيل امانات عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل اللي ليه حاجه عاوز يشيلها كان بيشيلها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو طلب من علي بن ابي طالب ان هو يفضل في البيت عشان يرجع الامانات دي لاصحابها، وعشان ينام في فراشه ويخدع المشركين ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافرش وان هو لسه موجود
في البيت. أي حد تاني كان مكان علي بن أبي طالب كان ممكن خايف وقال لأ، طب أنا هحط نفسي مكانه ليه؟ طب ما هم ممكن يجوا يقتلوني من غير ما يشوفوا مين اللي نايم على السرير، وساعتها أنا إيه، هموت. لكن كان أي حد قريب من الرسول وعارف الرسول كان بيفديه بروحه، وساعتها علي بن أبي طالب بكل حب وشجاعة وافق الرسول على هذا الطلب. خرج صلى الله عليه وسلم من داره، وتدخلت عناية الله تعالى وحجبت أبصار المشركين عن رؤيته وهو خارج أمامهم، كما ذكر في قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني دي معجزة حصلت في الوقت ده من ربنا سبحانه وتعالى. يعني خلاص الرسول قال لعلي بن أبي طالب يبات مكانه وينام مكانه، وخلاص هو خارج من بيته عشان يسافر. طب هيخرج ازاي من البيت والمشركين واقفين له قدام البيت؟ ربنا عمل معجزة ان خلاهم ما يشوفوش خالص ان الرسول طالع من البيت، ما شافوش الرسول خالص، والرسول خرج كأنه هوا طالع محدش شافه منهم خالص. وساعتها برضو ربنا ذكر لنا آية في القرآن عشان نصدق المعجزة دي، وقال لنا إيه: وجعلنا من بين أيديهم، يعني من أمامهم سدا كأنه سد بالظبط، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، يعني جعلناه على أبصارهم حاجز من الرؤية فهم لا يبصرون. يعني الرسول خرج من قدامهم وربنا أعمى أبصارهم خلاهم ما يشوفوش الرسول وهو خارج. تمام كده؟ تمام يا مس. يبقى نراجع مع بعض اللي أخدناه. أول سؤال بيقول لنا: إلى أين هاجر المسلمون بعد بيعة العقبة الثانية؟ بعض المسلمون هاجروا لفين يا سما؟ هجروا للمدينة. هاجروا ليثرب اللي هي المدينة المنورة الآن. برافو عليك يا سما. طيب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم فضل قاعد وما هاجرش معاهم إلى المدينة يا مالك؟ لأن الناس كان مستني أمر من ربنا إنه يسمح له بالهجرة. برافو عليك يا مالك. طيب سميت يثرب بعد ذلك بإيه؟ بعد هجرة الرسول بماذا سميت يثرب؟ المدينة المنورة. المدينة المنورة. برافو عليك. قبل تآمر المشركين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيما استأذنه أبو بكر وبما رد عليه الرسول قبل ما يهاجروا، أبو بكر استأذن الرسول بإيه ورد عليه الرسول بإيه؟ فاكرين؟ فاكرة يا سما؟ أبو بكر استأذن الرسول إن هو يعني يروح يسافر معاه. استأذنه بالهجرة، يعني قال له ينفع إن هو يهاجر إلى المدينة، فالرسول قال له ما تستعجلش، يمكن ربنا يجعل لك صاحب في السفر يكون حد أنت بتحبه. فساعتها الرسول أبو بكر طمع إن يكون الصاحب ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو بكر ساعتها استأذن الرسول في إيه؟ في إن هو يهاجر للمدينة. فالرسول قال له لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا، يعني ربنا يجعل ليك في السفر أو في الهجرة دي صاحب. ساعتها سيدنا أبو بكر أو أبو بكر رضي الله عنه طمع في إن سيدنا محمد هو اللي يبقى صاحبه في الهجرة. طيب إزاي قريش أو إيه خطة قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عارف يا مالك؟ مثلا أن يأخذوا من كل رجل من كل قبيلة ليقتلوا النبي. برافو عليك. عشان يخرجوا ليلا ويقتلوه، يجتمعوا حول بيته ويخرجوا ليلا لقتله.
طيب الرسول بقى خطط ازاي للهجرة، او ازاي الرسول الاول عرف ان المشركين بيخططوا لقتله يا سما؟ ان ربنا قال للرسول ان المشركين بيخططوا لقتلك، فراح الرسول عمل خطة بعت ان له هو ازاي؟ عمل خطة الرسول عرف ازاي؟ ان ربنا قال له، عن طريق مين؟ نفس ربنا قال له. عن طريق مين؟ ربنا ما كانش بيكلم أي رسول، أي رسول من الرسل إلا سيدنا موسى بس. عن طريق سيدنا جبريل. عن طريق سيدنا جبريل. طيب ايه الخطة بقى اللي الرسول عملها للهجرة؟ الخطة إن هو استعان بخادم أبو بكر الصديق، إن هو استعان بيه عشان يخفي الآثار الأقدام بتاعة الجمل بالغنم بتاعه، وبرضو واستعان برضو بعلي بن أبي طالب إن هو ينام مكانه بدل الرسول علشان لما واستعان يدخلوا بعبد الله، واستعان بعبد الله بن أريقط في إيه؟ عشان يخبروا بالطرق. يوصلوا بطريق تاني غير الطريق المعتاد بتاع المدينة اللي القريش تعرف. طيب من مين طلب الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو يلزم فراشه بدلا منه، ولماذا؟ مين يا مس؟ مالك. من علي بن أبي طالب، لكي لا يعلم الكفار بوجود النبي داخل بيته. وإيه تاني؟ وليستطيع الخروج والهجرة مع أبي بكر الصديق. لا بص يا مالك، طلب من علي بن أبي طالب إن هو يلزم بيته. أول حاجة قلنا ليرد أمانات المشركين من قريش، إن المشركين مع إنهم مش مسلمين بس ما كانوش بيأمنوا حد على حاجتهم غير الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده كان ملقب بالصادق الأمين، لأن هو كان أكتر واحد عنده أمانة، ومع إن هم كفار ومشركين بس ما كانوش حتى أمانتهم وحاجتهم ما كانش بيأمنوا عليها حد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده الرسول طلب من علي إن هو يلزم فراشه ويفضل في البيت، أول حاجة عشان يرد أمانات المشركين، وتاني حاجة ليوهم الكفار بأنه لا يزال نائما في فراشه، عشان الكفار تتوهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرجش من البيت، وإن هو فاضل قاعد في فراشه. طيب إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم نجا من المشركين وهو خارج من البيت يا سما؟ يا مس، إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم نجا من المشركين وهو خارج من البيت؟ ان ربنا عمل للكفرين، ربنا حط في عينهم حاجة فمش بيخلوهم يشوفوا. حجب أبصارهم عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج أمامهم. يبقى عمل إيه ربنا؟ حجب أبصار، يعني منع أبصار المشركين عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج أمامهم، وأنزل آية قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هناخد تدريبات النهاردة على الجزء ده، والمرة الجاية هنكمل بقية قصة الهجرة، وهنعرف ايه اللي حصل الهجرة، وهنعرف هجروا ازاي ووصلوا المدينة ازاي. يلا مع بعض، كل واحد سؤال، هنبدأ بمالك ونحل الصفحة دي مع بعض. يلا يا مالك. هاجر المسلمون إلى الأرض بعد هاجروا لفين؟ المدينة. برافو عليك. يلا يا سما.
تمام، تآمرت نقط على قتل بشار قريش. برافو، يلا يا مالك. تمام يا ولد. أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمكر المشركين عن طريق جبريل عليه السلام. برافو عليك، يلا اللي بعده يا سامي. تمام، أعد نقط نقطتين للهجرة إلى المدينة. أبو بكر الصديق. برافو، يلا يا مين. تم اختيار عبد الله بن أرقط لأنه كان خبير بالطرق. ممتاز، تمام. تمام يا مس. كان أبو بكر الصديق يطمع في صحبة الرسول. صح. يلا يمين، برافو عليك. أحست قريش بالخطر لزيادة أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة. غلط يا مس، بالمدينة. ممتاز يا مالك، برافو عليك، مركز معايا. يلا يلا يا سما. تمام، تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤامرات كثيرة من مشركي قريش. صح. يلا يا مالك، تمام. يلا يا مالك، مالك سماني، مالك سماني، يلا يا سما. تمام يا مس. هاجر المسلمون إلى يثرب بعد بيعة العقبة الثانية. صح. مالك سمعني يا مالك، هو خرج. يا مس خرج. طيب يلا يا سما. تمام، ترك الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى أهلها. صح. ممتاز، لذيذ. تمام، تجمع رجال من نقط حول بيت الرسول ليلا ليقتلوه. تجمع رجال من قريش. ممتاز، بعدي. صاحب أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرسول في رحلة للهجرة. بعدي. سميت نقط بالمدينة المنورة. سميت يثرب. خطط الرسول للهجرة نقط وإتقان بحكمة. السلام عليكم. وعليكم السلام، رحت فين يا مالك؟ النت قطع. ماشي يا قلبي، يلا آخر سؤال يا سما. تمام، حجب الله نقط المشركين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء خروجه من بيته ليلا. حجب الله أبصار. برافو عليك، يلا يا مالك، جاوب لوحدك السؤال اللي تحت بتاع اختر. تجمع رجال من نقط حول بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا ليقتلوه. رجال من قريش. برافو، صاحب وبعدين تمام. أبو بكر رضي الله عنه الرسول في رحلة يثرب، لا في رحلة الهجرة. اللي بعده، سميت بالمدينة المنورة سميت ايه؟ يثرب. برافو، خطط الرسول للهجرة نقط وإتقان بحكمة. حجب ممتاز الله أبصار. ممتاز، حجب الله أبصار المشركين على رؤية النبي. ممتاز يا مالك، وممتاز يا سما، برافو عليكم. انتوا الاتنين 10/10. طيب ناخد التدريبات اللي بعدها.
يلا أول سؤال يا سما. تمام يا مستر. بعد بيعة نقط الثانية، بعد بيعة العقبة، العقبة يا مستر، أنس. أيوة برافو عليك. تاني حاجة يا مالك اللي هو انتشار الإسلام فين؟ انتشار الإسلام في المدينة. برافو. تالت حاجة انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم إيه يا له بالهجرة يا ماء يا ها. انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم إذن الله. برافو. أربعة طلب من إيه النوم في فراشه؟ علي بن أبي طالب. طيب خمسة، خمسة يا سما. ليوحهم الكفار أن الرسول لا يزال نائما في فراشه. ممتاز يا سما، برافو عليك. طيب هنرتب الأحداث مع بعض، كل واحد فيكم يقول لي حدث من الأحداث دي بالترتيب. يلا يا مالك، قول أول حدث حصل في الأحداث دي. قررت قريش قتل الرسول بعد انتشار برافو عليك، ده كان أول حدث. إيه تاني حدث يا سما؟ إيه؟ أذن لرسول الله بالهجرة فأغمى أبا بكر. ممتاز، يلا يا مال. اجتمع المشركين حول دار الرسول صلى الله عليه وسلم وانتظر خروجه. لا يا مس، الأول قررت قريش قتل انت الرسول قلتها دي صلى اول الله عليه واحدة، وسلم بعد انتشار ما الإسلام انت بالمدينة. قلتها دي اول واحدة يا يوسف يا مالك. طيب طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من علي أن ينام في فراشه. طب نسوى تاني، مش اصل احنا المفروض كده بوظنا الاحداث كلها، هنبدأها تاني من اول خالص. قولي يلا يا سما اول حاجة. أول حاجة قررت قريش قتل الرسول بعد انتشار الإسلام بالمدينة. طيب قول تاني حاجة بعد ما قرروا قتل ال طلب الرسول من علي عليه الصلاة والسلام أن ينام في فراشه. قبل ما يطلب منه ايه اللي حصل لما اجتمعوا وقرروا أذن لرسول الله بدر. بالهجرة فأخبر أبي بكر. برافو. طيب اللي بعديه مثل هو مش المفروض تاني حاجة اجتمع المشركون حول دار الرسول وانتظروا خروجه؟ لا، دي بعد ما أذن للرسول، الأول أذن للرسول بالهجرة وبعد كده هم اجتمعوا حول البيت عشان يقتلوه. تمام. تالت حاجة اجتمع المشركون حول دار الرسول وانتظروا خروجه. طيب وبعد كده يا مالك؟ طلب الرسول صلى الله عليه وسلم معايا يا مالك؟ يا مز. طلب الرسول من علي أن ينام في فراشه. آخر حاجة إيه يا سما؟ آخر حاجة أعمى الله أبصار المشركين وخرج الرسول من بينهم. ممتازين، برافو عليك. يبقى هو ده ترتيب الأحداث، إن أول حاجة إن المسلمين، إن المشركين قرروا إن هم يقتلوا الرسول بعد انتشار الإسلام في المدينة. لو معاكوا كتاب اكتبوا الأرقام، اكتبوا رقم 1 و2 و3 قصاد الحدث عشان ما ننساش. يبقى أول حاجة إن المشركين قرروا قتل الرسول، بعد كده لما ربنا عرف أمر أذن لرسول الله إن هو
يهاجر. بعد كده اجتمع المشركون حول الرسول، حول دار الرسول، وانتظروا خروجه. بعد كده طلب الرسول من علي أن ينام في فراشه. وآخر حاجة أعمى الله أبصار المشركين وخرج الرسول من بينه. تمام كده الجزء ده كلنا حليناه؟ ايوه يا مس. تمام. بيقول لنا اكتب أمام كل دور من الأدوار الآتية اسم الشخصية. تمام. تمام أول حاجة يا سما، تمام يا مس. استخدم الأغنام لتغطية آثار أقدام الرسول وصاحبه. عبد الله، لا اللي استخدم الأغنام عمر بن فهيرة. عامر بن فهيرة. برافو عليك. ثاني واحد يا مالك. مالك افتح المايك يا مالك، سامعني؟ نعم يا مس. تاني حاجة، تاني دور كان دور مين؟ اقرأ الشخصية. تاني دور موافقة الرسول النور بالهجرة سيدنا سيدنا أبو بكر ايه؟ الصديق. برافو عليك. يلا تالت واحد يا سما. تمام يا مس. النوم في فراش الرسول ليلة الهجرة علي بن أبي طالب. ممتاز. يلا يا مالك اللي بعده. مالك نعم يا مس. قول يا حبيبي. يلا ثلاثة، النوم في فراش لا اللي بعدها يا مالك. استعان به الرسول صلى الله عليه وسلم للوصول إلى المدينة المنورة. هتبقى يا مس عبد الله. برافو عليك، ممتاز. طب يلا يا السؤال اللي بعديه، هنصوب الخطأ في العبارات، يعني العبارة دي فيها حاجة خاطئة. يلا قولي أول واحدة يا سما. تمام. استأذن علي بن أبي طالب الرسول ليكون صاحبه في الهجرة. لا علي بن أبي طالب اللي خطأ. استأذن أبو بكر الصديق. يلا اللي بعده يا يلا يا إياد. السؤال اللي بعده يا إياد. إياد بتتأخر ليه يا إياد في الرد يا حبيبي؟ إياد نعم يا مس. إياد إيه؟ مالك مالك، معلش أنا عمال أقول إياد يا مالك. قريش اختارت قريش رجال قوية قبيلة بكر ليحتلوا. اختارت قريش رجلا رجال قبيلة بكر ليجتمعوا حول بيت النبي لقتله. لا كلهم غلط يا باشا، علشان هم خدوا رجلا من كل قبيلة. من كل قبيلة رجل، برضو دي صح عشان متفكرش انا بقولها غلط. يبقى اخدوا من كل قبيلة رجل. يلا تالت واحدة يا سما. تمام يا مس. استعان الرسول صلى الله عليه وسلم بعامر ابن فهيرة ليدله على طريق الوصول إلى يثرب. خطأ عبد الله. برافو عليك. يلا رابع واحدة يا مالك. يا مالك نعم يا مس. آخر واحدة يا حبيبي. هاجر نبي من
علي بن أبي طالب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة؟ غلط. ايه الصح؟ هاجر المسلمون. برافو عليك يا مالك، بصراحة انتوا الاتنين اشطر من بعض ومتميزين جدا، برافو عليك. مش هو مش اتفضل. آخر آخر سؤال، ملك قال هاجر المسلمون، بس المفروض هاجر علي بن أبي طالب بعد. لا بس هو الصح ان هو اللي مذكور لنا في الكتاب ان اللي هاجروا، يعني احنا بنجيب اللي ذكر في الدرس، اللي ذكر في الدرس ايه؟ ان هاجر المسلمين الى المدينة المنورة، اهي اول واحدة اهي، وهالك هاجر المسلمون الى المدينة المنورة وانتشر بها الاسلام. يبقى اللي هاجر قبل هجرة الرسول كانوا مين؟ المسلمين، صح كده يا سما؟ أيوة أينشتاين. هما اللي هاجروا قبل الرسول ما يهاجر كانوا المسلمين، هاجروا ونشروا الإسلام في المدينة. طيب يلا نحلوا الصفحة دي برضو مع بعض. يلا أول سؤال يا سما. انتظار أبي بكر أمر الرسول للهجرة، انتظار أبي بكر أمر الرسول للهجرة، الصبر. برافو عليك. يلا يا مالك، استعداد الرسول للهجرة ده صفة بتدل على ايه؟ استعداد الرسول للهجرة، صبر. لا 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 التخطيط. برافو، التخطيط المحكم، التخطيط المحكم. طيب تالت حاجة يا سما. تمام. نوم علي بن أبي طالب في فراش الرسول، الشجاعة والحب. برافو. آخر حاجة، يلا يا سمالك، آخر حاجة يا مالك. مالك يا مالك، يلا يا سما، اتفضلي يا سما، اخر حاجة. تمام. طلب الرسول من علي بن أبي طالب رد أموال المشركين الأمانة. برافو عليكي، كده نكون خلصنا الدرس بتاعنا وحلنا التدريبات عليه. هسيب لكم باقي التدريبات، الصفحة دي تحلوها مع بعض في البيت، وهناخد الصفحة اللي وراها واجب، هتبعتوها لي على جروب الواجب. تمام ملك، سامعني يا ملك؟ يا سامعني يا ملك، ملك؟ بما اني حضرتك على الصباح ممكن ابعتها لك خاص لحسن ما يتلخبطوش ولا كده. لا، في جروب خاص للمسائي، ابعتها على الصف بتاع المسائي. تمام يا باشا. ماشي، حد عنده أي سؤال في الدرس؟ لا يا باشا، أشوفكم على خير إن شاء الله المرة الجاية، وزي ما قلنا أبعت لكم الصفحة دي نحلها واجب مع بعض. ماشي يا مالك معايا؟ يلا السلام عليكم. وعليكم